أعربت قبيله البفلاح عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسه التي تقوم بها قناه الجزيره القطريه من اجل شق الصف واثاره النعارات الطائفيه بين ابناء البلد مؤكده وقوفها صفا واحدا خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله ودعمها لسياسه جلالتها التي تنطلق من مبادئ ساميه وحضاريه تحقق امال وتطلعات شعب البحرين الوفي